ان شاء الله. سيد احمد السلام عليكم ورحمة الله. أنا دائما عندما نوقف قدام طلعات بهية كي طلعاتكم أنتم، ما نختار الرصافة نهائيا، ما نختار يكون نعطيها حقها. هي اللي من الواقيش اللي على قناعة تامة ان الضم اللي يجبر المتشائمين والمحبطين واليائسين والناس اللي دائما تصنف موريتانيا على انها حالة ميتة منها والله مقطوع مولها ويقولوا على انها ميتة، الضم اللي يجبره هذا النوع من التجمع. انا كنت شاك وعلى قناعة تامة على ان لين تعود اللي موريتانيا مازالت قادرة عن على انها تلي من الواقيش اللي قد يجمع بأقصى نقطة في الدنيا من جاوز مشاغله ومشاكله ومكرس اللي عندهم الإمكانات اللي هي هذا دليل وإثبات وشهادة على أن مازالت فيها بقية من حياة وحياة. وبالتالي قطعا على أنها من الأمور اللي موقع عندي، ودائما اللي نعود لله نتكلم نختار اللام والرادية ولله تم دائما أمي ما نقف قدامكم ما كررت. صحيح انها قد تعود عاد مميلة شوي بي اللي معتمد نفس المفردات يا قيل العاصم خذ هذا المنظر الجميل ما قدر اصاب علي. انا من ضمن هاي اللافتات الراعب اللي راعب قدامي خلق لافتة هنا تياها لافتة انتباهي تماما اللي هي هذه جميعا ضد عزيز. اعتقد على ان هذا هو اللي كان يا الله يعود شعار هذه الازمة من بدايتها الى الليلة. بمعنى على ان معروف على ان العنوان الرئيسي للازمة هو السيدي عزيز، وهذا العنوان للاسف الشديد تبرعت منه جميع العناوين الجانبية. هذا العنوان اعطى فرصة للماكينة الدعائية لازلام النظام وحاولت على انها من خلال اساليبها بالخداع ومن خلال اساليبها بالتضليل حاولت على انها تقنع الراي العام على ان القضية تتعلق اساسا بصراع بين سيدي وعزيز، وبالتالي فرضا موريتانيا كاملها على تكبر بلاصتها في الرنك يسوى فرادى ويسوى جماعات اما ورا سيدي والله ورا عزيز. وهذا اللافتة اللي راعي بقدامي اللي هي جميعا ضد عزيز، جميعا بمن فيهم سيدي ضد عزيز، هي اللي تعكس وبشكل امين حقيقة هذه الازمة اللي تمر بها موريتانيا اليوم. إذا تلقي نظرة على الجماعة اللي مساندة لسيدي، الجماعة اللي مساندة لعزيز عفوا، لا تجبرها الجماعة قليلة، دائما تخلق أخطاء من نوع استعمال المؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية موريتانيا مبنية على عقيدة راسخة، خالقة جماعة قليلة فيها لا توحي أشكالها على أنها قدمت أي خدمة عسكرية، ولا يوحي سلوكها على أنها تنتمي لهذا العصر. هذه الجماعة تنحسب على أصابع اليد، هي الجماعة المارقة وهي الجماعة اللي مسبب هذه الفوضى اليوم اللي موريتانيا. إذا هذا اللي قاله المؤسسة العسكرية بريء تماما من هاي القضية. عفوا. وبالتالي ليت لا حد يحسب اليوم الجماعة المساندة العزيز بمشروعه هذا، لا هي إجبار، ليت لا يحسب صالح والحننة. وصالح والحننة مع الاحترام الكبير الماضي القصير في النضال، نختار نأكد على انه خرج من رحم مؤامرة انقلابية، وبالتالي على قناعة تامة ان الحالة الطبيعية للبلد هي حالة انقلاب، معناها على انه يتنفس انقلابات، جو طبيعي انقلابات، ثقافته انقلابات. وبالتالي انا شخصيا باعتباري فرد من جيل الانقلابات بامتياز، نختار نأكد الصالح والعزيز وهذه جماعة الصنادرة المارقة على الحالة الطبيعية للبلد يفترض على انها تعود مختلفة تماما.
يفترض على أنها تعود حالة طبيعية وحالة ديمقراطية. ما هي انقلابات؟ الانقلابات لا خير فيها، وأنا أؤكد لكم على أن ما أننا محتاجين نهاية قرون استشعار. إياك نعرف هذا لله عقبنا عليه ذا الانقلاب. عندنا تجربة 40 سنة من الدولة الحديثة كانت كامل هرض الانقلاب بعد انقلاب، وبالتالي نحن هما أخبر مدى في الانقلابات، والوقت عاد مناسب جدا لكاننا نجرب حالة جديدة والله حالة ثانية مختلفة. ما هي حالة انقلابات؟ أنا عندي رسالتين لاهي نقولهم باختصار، واحدة تحذيرية والأخرى تحسيسية. رسالة تحذيرية لا يوجه الاستمارة الموريتانية في واشنطن أساسا، راهي بعد أقدمت على جريمة منتهى الخطورة، مذكورة من له 6 أشهر انتدبت شخص باسم الجالية هنا ومشاته للمشاركة في مهزلة الأيام التشاورية، وتبين فيما بعد أن هذا الشخص ما يمثل ما هو راسه والله نعايل اللي بشرف من هنا تياه. وبالتالي نختار نأكد لهم على أنهم إذا عادوا اللي شاكين أنهم يقدوا يخلطوا هذه مثلا إذا عادوا شاكين على أنهم يقدوا يكرروا نفس المهزلة ويقبلوا لوائح أموات والله واحدين من المدرقين ويحاولوا يقنعوا الرأي العام هو كاتياها على أن فيه نسبة تسجيل مرتفعة وعلى أنها في صالح عزيز، أراهم يعودوا واضح لهم وعارفين على أن لا ينوقفوا من مفساد لهم ولأن لا يخلوا نهائيا هذه المسألة تخطر. الرسالة الثانية اللي هي تحسيسية ولا توضيحية موجهة أساسا لكل من يقف في الجبهة الأمامية في المواجهة هوكاش وموريتانيا، وأعني بها بالخصوص القيادات السياسية والزعامات اللي موجودة على الأرض. نختار نأكد لهم على أن هذا من الدعم والتشجيع والمساندة جابرتوا هذه الحركة الديمقراطية في موريتانيا اليوم، ما قد جابرتوا مزيلاتها، ما قد جابرتوا وحدة كيفتها في التاريخ نهائيا، وبالتالي الوقت مناسب على أن هذا التشجيع والمساندة يحولوا شارة نتائج على الأرض.